فطبعا احنا وقفنا المره اللي فاتت ان الجينومكس اني بقطع دي ان اي واعمل لها سيكونسنج واحاول اوصل للجينوم فيه ايه. الميتاجينومكس اصعب من الجينومكس لان انا ممكن الدي ان اي ده ما يبقاش جاي من نفس الكائن بل من عده كائنات او من عده فصائل من نفس الكائن من نفس يعني العيله different strains of the same species او different species of the same genus وهكذا. وعايز اعرف كلهم جايين منين وقدراتهم انهم يعملوا ايه. وزي ما قلنا قدراتي في السيكونسينج عندي حتى الان يعني في سنه 2020 اختيار بين الدقه وبين يعني الاكتمال. فما اقدرش اقرا كتاب من اوله لاخره او دي ان ايه من اوله لاخره. اقدر اقرا حتت طويله قوي بس بدقه اقل, واقدر اقرا حتت قصيره بدقه عاليه جدا وتكرار عالي كفرج يعوض لي ده, وبينفع في حالات الاسامبلينج حتت معقده زي دي. جميل كده. زي ما قلنا الميتاجينومكس is a higher level of genomics. انا تقريبا ماشي معاكم سايكل يعني كل مره بقول الكونسبت وبزود عليه حته. فدلوقتي نخش بقى في تفاصيل الميتاجينومكس. زي ما قلت لكم قصتي انا بدات مع هذا الفيلد. دايما بحب احط وجوه على يعني على الكونسبتس عشان ما تبقاش كلام جاف. الناس دي كلها احياء يرزقون وشغالون. روب ادواردز ده كان زي ما قلت لكم ده كان شاب زي الفل كده وقتها بس دلوقتي عنده بتاع 51 سنه ولا. كان مشرف عليا في يعني في يعني لجنه المناقشه بتاعتي او بيسموها لجنه الحكم. بعد كده راح سان دييغو, وهو اللي انا بسببه لما رحت سان دييغو اشتغلت معاه يعني. ابتدى ياخد دروس غطس ويشتغل في الميتاجينومكس بتاعه الميه. في واحد تاني برضو كريك فينتر قلت لكم عليه اللي هو اخترع او يعني عمم التكنولوجي بتاعه الشوت جان سيكونسنج وخلص الهيومن جينوم وزهق. فبرضو اول ما سمع عن تكنيك اسمه ميتاجينومكس قام دخل فيه, وواضح من شكل فينتر كده انه طموح وجبار يعني الراجل. فلما بيعمل حاجه بيعملها للاخر وعنده فلوس بيعرف يجمعها كويس سواء من القطاع الخاص او يعني جرانتس. فقدر يعمل رحله سماها سورسرز تو لف الكره الارضيه كلها بمركب يعني على غرار داروين يعني اللي هو برضو داروين لف عشان يدرس الطيور وكده. ده لف عشان يعمل سامبلينج كل عدة أميال ياخد جردة المية ويعمل له سامبلينج. فده ظهور الميتاجينومكس. احنا عندنا أحد أبطالنا دكتور مصطفى الشاهد الدفعة اللي قبلي بسنتين يعني دفعة 93 كان زمان من سنة 2007 يعني. هو طبعا في امريكا من زمان قوي من سنه 88 ولا قصدي اسف 98 تقريبا ولا حاجه زي كده. بيشتغل دايما على البكتيريا الغريبه الاكستروموفيليك بكتيريا الفانجاي الانيروبيك حاجات كده. بس هو من اوائل الناس اشتغلت على الميتاجينومكس لان هو التكنولوجيز اللي بيستعملها تتعلق ببكتيريا بتعيش في درجات ملوحه عاليه او في السويل او في امعاء الحيوانات وفي حتت انيروبيك. فدي معظمها صعب الزراعه. بس هو من سنة 2007 من أيام دفعة 2010 اللي هي كانت بتاخد مايكرو في 2007 هو بيحب يشاركنا بمقالاته كده عن الإكستريموفيلز. حاليا بيشتغل ميتاجينومكس وفي تعاون مستمر معنا وبالذات مع دكتور أيمن. يعني دكتور أيمن سافر له قبل كده وبرضه سافر له من عندنا دكتورة منى ودكتورة مروة وبيجي لنا مصر ساعات أيام ما كان فيه حاجة اسمها سفر. وعامل معنا بروجرام مشترك لتنمية يعني التكنولوجيز بتاعت الجينومكس والمايكروبيوم أو يعني الميكروبيوم اللي هو بيستفيد من الميتاجينومكس برضه. فدول كلهم أشخاص أحياء يرزقون وبيعملوا في الموضوع ده. تاني بفكركم ميتاجينومكس يعني إيه؟ يعني أنا عندي كائنات كتير قوي ما بشوفهاش بقى إنها قطة وبطة أو مثلا نملة وفيل, لأ بشوفها إنها شوية جينومز. عارفين كده الشخص فؤاد المهندس الفيلم لما كان بيبص لحد يشوف جزمته, هنا أنا كواحد بتاع جينومكس أو ميتاجينومكس ببص لأي كائن أشوف الدي إن إيه بتاعه, ماليش دعوة ده حلو ولا وحش طويل ولا قصير. في الاخر هو اخره جينوم. الجينوم ده فيه انزيمز, فيه جينز بتكود انزيمز انا عايز اعرفها. فانا هفصصه هكسره باللايسنس بافر اعمل له ريدنج والسيكونسنج يقول لي ايه التاكسونوميك اند فانكشنال ديسكريبشن بتاع هذا المجتمع الميكروبي. يعني بالظبط دي اللعبه اللي كنا بنلعبها زي ما قلت لكم ان انا اديكم كذا جورنال واقطعهم على بعض ده ميتاجينومكس. لو اديت لكم جورنال واحد قلت لك جمعه ده جينومكس. لو اديتك كذا جورنال زي مثلا الراجل بتاع الجرايد بتاع الكشك ده عدى عليه اعصار مثلا لا قدر الله يعني قطع له وطير له الجرايد وقطعها وانت جالك سامبل من اي واحد فيكم بنظره بخبرتنا يعني ممكن يبص على اللوجو هيعرف. زي ما قلت لكم اللوجو ده اسمه
بيسموه فايلوتايبنج، ان انا عايز اعرف هويه هذه الجريده اللي هي على اول صفحه دي، بنسميها في البكتيريا سيجنتشر جينز، واشهرهم ال 16S جين. ده جين طبعا انتوا اكيد درستوه في الموليكولر بيولوجي، هو جزء من الريبوزوم الار ان اي بتاع البكتيريا كلها، مش بس البكتيريا الاركيه كمان، بيسموه يعني هاوس، يعني مش هاوس كيبنج جين بس، اتس ستاندرد جين موجود في كل البروكاريوتس، والمناظير ليه في اليوكاريوتس اللي هم الفنجاي والالجي والبني ادمين والطيور ال 18S. اي كائن له خليه لا يخرج عن هذين الاثنين. لو عملت سيكونس ل 16S ببرايمرز كونسيرفد معينه، الحته اللي في النص بصمه، يعني انت بس هات لي صباعه وانا اقول لك البصمه ايه، انت بس اجيب لك صباعه منين، اصطاد لي حاجه شكل الصباع اللي هو البرايمرز بتاع ال 16S. في الكائنات اليوكاريوتيك نفس الجين بيبقى اسمه 18S، يعني نفس الفانكشن بس بيعمله مختلف شويه في الستراكشر بتاعه، بنسميه 18S اللي هو جزء من ال 80S، وال 16S جزء من ال 70S بتاع البكتيريا. دي بالظبط هي البصمه بتاعت الجريده، اللي هي مش بس موجوده هتلاقيها مثلا في الصفحه الاولى بالكبير، ممكن تلاقي اللوجو بتلاقيها في كل صفحه بالصغير. فانا الميتاجينومكس ان انا بديك فتافيت وقصاصات من جرايد واقول لك اعرف لي كل حاجه في الجرايد دي. اسهل حاجه تعرفها هم مين، دي مش محتاج تقرا كله، محتاج بس تلاقي لي، دور لي على اول صفحه، دور لي على البصمه، دور لي على الصباع. عايز تقرا كله بقى، اقرا بقى، يعني هات كل الاقصائص وجمعها. فعشان كده قلت لكم ان انا من اشد المعارضين لمصطلح للاسف بتتبناه شركه ايلومينا، وكلنا بننتقدها مش انا بس، يعني انا اي كان بي يعني اي مي بي نو بادي، حته واحد شغال في المايكرو في مصر، بس في مدرسه كبيره جدا من الناس اللي بتشتغل في الجينومكس بيقولوا ان ال 16S is not metagenomics. يعني انا الميتاجينوم هو الاصائص بتاعه الجرايد، ده ميتاجينوم متقطع ومتقصقص وبحاول اجمعه، انما لو دورت على اللوجو يبقى انا ده مش ميتاجينومكس. انا بقول لك روح بتجيب طفل صغير يقول لي يا ابني روح هات لي اول صفحه في كل جورنال وهات الحته اللي فوق، او مثلا مش عايز اقول لكم تشبيه وحش يعني، بس يعني سي ان في زي ما حصل تسونامي في سنه 2000 ومش فاكر 3 ولا 4 حاجه كده، لا 2006 مش فاكر، وجابوا للاسف ناس كتير قوي ماتت لدرجه ان جثث اتقطعت على بعض، بيروح كل واحد يعني ايدنتيفاي الجثه بتاعت ابنه او بنته او ابوه او امه. فانا عايز بس حته يعني حاجه مميزه فيه اعرفه منه، حاجه يعني تشبيه بشع انا اسف، بس هو بالظبط كده، ده 16S. This is not metagenomics، انما it is، عشان بس معلش ما تعتبرونيش بس حبك قوي، دي مهمه قوي. ميتاجينومكس معناها راندوم سيكونسينج اوف دي ان اي، اصائص 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 وبتجمعها. 16S على طول عكس الراندوم بالظبط، اتس كولد تارجتد. حتى في يعني في اي اناليسيس بتعملها لو اخترت تارجتد، او بيسموها احيانا امبليكون بيزد. امبليكون، امبليكون جاي من كلمه امبليفاي، ان انا مش بدور على كل البكتيريا، كل البكتيريا الدي ان اي او وات ايفر، مش لازم بكتيريا كائن الدي ان اي اوف اورجانيزم، لا انا بدور فقط على حته الدي ان اي اللي بتطلع 16S. بدور عليها ازاي؟ ان انا بجيب برايمرز امبليفيكيشن، يعني لها بي سي ار للحته، انا عارف البرايمر ده 16S وده 16S. انا بس ندمت ان انا بكتب بالماوس معلش، 16S برايمر يعني ده عارف الحته الاخيره في 16S شكلها ايه، وده عارف الحته الاولى شكلها ايه، وما بينهما فاريبل. الحته الفاريبل دي زي البصمه، يبقى انا كده ما عملتش ميتاجينومكس. امال انت عملت ايه؟ انا عملت بي سي ار. طب ليه بيسموه ميتاجينومكس؟ لانه بي سي ار على ميتاجينومك دي ان اي. اي هوب ان انتوا تكونوا يور جيتنج ذا ديفرنس. جينوميك دي ان اي، يعني الجينوميك دي ان اي ده هو دي ان اي انا استخلصته من الجينوم بتاع بكتيريا، جبت بكتيريا واحده فقط وعملت لها لايسز في الماء، واحده يعني مش بالعدد، نوع واحد حطيته في انبوبه وزرعته وعملت له لايسز وطلعت الدي ان اي منه بكيت معينه او برياكشن معين، وخدت الدي ان اي ده اقراه، ده اسمه جينومكس. ميتاجينومكس انا جبت بقى ايه، شعره بني ادم، حته رمله، حته من الصحراء، ميه من النيل، وطلعت الدي ان اي فيها، ده كله ممكن يكون بكتيريا، فانجاي، مايس، لو فيروسز كده. لو عملت سيكونس لكل الدي ان اي ده، ده اسمه شوت جان ميتاجينومكس، اصائص اصائص، واقراها كل ما الاقي قطع شبه حاجه انا اعرفها احاول اصنفها، ده ميتاجينومكس. لو جيت على الدي ان اي ده بيسموه ميتاجينومكس دي ان اي ليه؟ لانه جاي من كذا جينوم، ميتا يعني ما هو اكثر من جينوم، مستوى يعني مستوى كبير من الجينومز. لكن هل انت عملت له ميتاجينومكس؟
لا هو ميتاجينومكس دي ان ايه. لو عايز تعمله ميتاجينومكس لازم تقراه كله، او يعني تقرا حته ممثله ليه كله، كل صفحات الجورنال حاول تقراها او تقصأ يعني تعرف جايه منين. انما لو انا جبت بس الغلاف بتاعه اللي هو 16 اس البصمه وحاولت اعرفها، ده اسمه بيسموه فايلوتايبنج بعض الناس اللي يعني اللي هم القدام قوي. ليه فايلوتايبنج؟ لان يعني انا عايز اعرف الفايلوجيني واعمل له تايبنج. فايلوتايبنج او بيسموه امبليكون سيكونسنج. هل انت عملت راندوم سيكونسنج؟ لا I didn't do random sequencing، بالعكس I did targeted sequencing. ممكن أتكلم؟ اتفضلي اتفضلي، انا مش شايفكو اصلي وانا عامل ميوت. اتفضلي اتفضلي على اوكي. طول. التارجت ده ان انا بدور على حاجه معينه في البكتيريا اللي هو ال 16S، وابدا يعني اعرف منها البكتيريا. بس انما الميتاجينومكس انا ان انا بشوف يعني كل الجينومز بتاعت البكتيريا بكذا بكتيريا مع بعض. هل ده وصل صح؟ تمام. انا بس هي الفرق الصغير، انا بشوف جزء منه يعني ما اقدرش يعني سامبل منه، مش شرط اكون مغطي كله. طيب هل حد، شيماء اتكلمت وهي واضح عندها، هل حد لسه مش قادر يعرف الفرق او حاسس ان ده لو يعني خلينا احنا بندردش مع بعض وانتوا طلبه ماجستير، لو حد شايف ان دي فلحصه او يعني، لان انا شايف ان يعني ده فرق مهم، هل انتوا شايفين يعني الفرق ده مش مهم؟ يعني يا دكتور، المقصود بالميتا جينومكس ان انا بشتغل بطريقه خلينا نقول كده مش عمياني، بس يعني انا مش بدور على حاجه معينه، انا بعمل سيكونسنج لحاجه انا مش عارفاها، لكن التارجت ده انا بدور يعني زي التريسنج، او ان انا بشوف حاجه معينه ومن هنا مبدا يعني صوره صح كامله. الى حد ما صح، وفي نفس في الحالتين انا مش عارف اللي بدور عليه، بس في الحاله الميتاجينومكس انا بدور على كل حاجه في اللي مش عارفه ده، باخد كل الاجزاء. في حاله ال 16S انا بدور على الحته الوحيده اللي انا عارفها في ناس مش عارفهم، يعني اللي هو ايه، انا عارف ان ده بني يعني ده عنده عينتين بس مش عارف دي عينين بني ادم ولا عينين قطه ولا عينين مش عارف ايه، فانا وريني عينيه وانا اعرف هو مين. طب معلش excuse the question، هل ال 16S مختلفة من كل بكتيريا لبكتيريا أو من كل strain لstrain أو لا؟ ال 16S يعني زي ما قلت الأطراف بتاعتها متشابهة، عشان كده بقدر أعملها amplification، يعني بداية الجين ونهاية. طبعا ده مش مصطلح دقيق أوي، دكتور أيمن هيزعل مني لو قلت كده. في حتت constant وفي حتت variable، فأنا بختار يعني في مثلا variable region 1 و variable region 2 و variable 3 و 4 و 5 وفي constant 1، فانا بختار حتتين كونستانت اعمل لهم امبليفيكيشن اولهم واخرهم، بحيث الحته اللي في الوسط تبقى فاريبل، لاني لو انا مش ماسك حته كونستانت يبقى اكيد مش هعرف اعمل امبليفيكيشن لكل الكائنات. يعني اقصد اقول ان انا اقدر افرق ما بين مثلا 3 اورجانيزمز عندي في الميديا اللي عندي مثلا. بالظبط اقدر افرق بينهم، ولكن انا مش عارف عندي ايه برضه. انا يعني انا عارف ان كل الناس اللي موجودين هنا عندهم الحته دي، بس مش عارف بقى هلاقي جواها ايه، فانا بصطادهم الحته دي هيبقى اشوف بقى هيطلع ستافيلوكوكس ستريبتوكوكس، هيطلع لو 18S ممكن يطلع قطه او فار او كلب، او يعني 16S هعرف نوع البكتيريا وهكذا. ده الفايلوتايب. ليه اهميه ان انا بقول يعني ليه اهميه ان انا بركز قوي ان دول مختلفين؟ لان ده ما بيجاوبش غير على سؤال واحد بدقه، وبقيه الاسئله كلها بحاول استنتجها منه ولكن ليس بدقه بالتخمين. هقول دلوقتي حالا قصدي ايه، بينما هنا ده بيديني كل السيكونسز اللي في هذه الكائنات عشان اعرف اجابات كل الاسئله اللي عايز اعرفها. ما هذه الاسئله بقى؟ which species are there؟ عايزكم كده برضو ما تكسفوش يعني ان انتوا تقاطعوني وتاخدوا الميكروفون، برضو قولوا معايا كده انهي تكنيك من الاثنين اللي فاتوا دول اللي هم 16S او شوت جان يقدروا يقولوا لي ما هي الانواع الموجوده؟ هل ال 16S تقدر؟ تقدر. حد غير شيء؟ ال 16S تقدر. ال 16S تقدر يا دكتور. يبقى ال 16S تقدر تقول لي هو از ذير بكل دقه، لان دي البصمه بتاعه، ده هي دي فائدتها الوحيده غالبا. طب هل الميتاجينومكس تقدر؟ ده سؤال خادع بقى. محتاج تركيز، مش الساعه 8 بالليل. ممكن تقدر. هي تقدر يا دكتور بس هتبقى صعبة قوي. ليه صعب؟
مين اللي لان انا عشان هيبقى في حاجات كتير انا عندي بوبوليشن كبيره قوي وبشوف كله ومقطع كله عكس 16S انا 16S بخش بدور على هي يعني تبقى يعني زي ما بيقولوا هي ممكن تبقى اصعب شويه بس قد تكون ادق كمان هقول لكم ليه بس يعني بس يس هي ادق لانها هتبين لي كلها ما انا هقول لكم ليه دلوقتي هو اول حاجه بس ببساطه هل كل حاجه فيها 16S ولا لا طب يبقى اول حاجه ان انا دي بتشمل الميتاجينومكس بتشمل 16S برضو طب امال ليه بعمل 16S اصلا دي في الحته اللي انا لسه قايلها في التكنيك انا هنا بعمل ايه هل بعمل سيكونسنج على طول بعمل امبليفيكيشن الاول بالظبط انا هنا الميزه ان انا بكبر يعني بجيب بصطاد حتى لو في بكتيريا في منها ثلاث نسخ بصطاد الدي ان اي بتاعها اللي فيه الحته بتاعت 16S وكتره 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 على حساب بقيه البكتيريا يعني بعد ما بعمل امبليفيكيشن الحته دي بتبقى الدي ان اي اللي عندي 99% منه 16S والباقي هو الاصل اللي كان موجود فاهمين قصدي يعني بعد اكتره 2 و4 و8 و16 فانا بعمل بي سي ار كتير جدا فميزه ال 16S وعيبها في نفس الوقت هي ان انا بعمل امبليفيكيشن فالامبليفيكيشن قد يزيد الايرور يعني لو عندي كونتامينيشن لو انا في وسط وانا بشتغل مثلا ما كنتش مغطي راسي فقشره شعر وقعت من راسي او حته من صباعي لمست بس حته الصباع اللي انا غصب عني لمست طرف التيب دي ممكن يبقى فيها 5000 بكتيريا ستافيلوكوكس مثلا فتعمل كونتامينيشن ده عيب ال 16S لما تكون لوحدها لكن ميزتها ان انا باخد سيجنال زي الفل يعني حتى لو عندي بكتيريا اقليه في المجتمع ده هلاقيها الميتاجينومكس ميزتها اولا بتجاوب السؤال ده بتجاوبه لكن بتجاوبه عن طريق ايه بقى ما هو لو انا لقيت 16S هلاقيه بس هيبقى واحد من 5000 جين في الايكولاي صح او 10 من 5000 يعني فاهمين غير لما يبقى هو الوحيد يعني انا هنا ده الجين الوحيد اللي عملت له امبليفيكيشن من كل انواع البكتيريا هنا ده واحد ممكن من 1000 واحد من 5000 فاهمين قصدي حسب عدد جينات البكتيريا دي فميزه ال 16S انه يقول لي بسيجنال كويس جدا which species are there طب مين بقى اللي يقول لي what can they do كان وكلمه كان دي برضو علميه جدا يقدروا يعملوا ايه البكتيريا دي الميتاجينومكس تقول لي هل ال 16S يقدر لا ما يقدرش لا بطريقه مباشره لا لكن في ناس بتضغط انا برضو مش من انتوا ممكن تحسوا من كلامي انا بحب التكنيك ده الميتاجينومك اكيد يقدر يقول لي هم يقدروا يعملوا ايه ليه لان انا بشوف الجينز اصلا انا بعمل سيكونس لكل جين يعني انا الميتاجينومكس ده هيطلع لي ممكن ما بقاش عارف مين اللي موجود مثلا يعني سي ان انتوا رحتوا كهف قديم قوي وكنتوا عارفين في بني ادمين هنا بس مش عارف اعدهم في جثث وقصدي مش جثث عظم مش عارف الناس دي كانت ايه بس ممكن الاقي قطع مثلا بيسموها ايه قطع للطهي اواني للطهي الاقي خنجر اول خنجر صنعه الانسان سنه ما اعرفش ايه وجدوه في كهف مش عارف فين فاهمين قصدي فانا بلاقي اثار تقول هم كانوا بيعملوا ايه حتى لو مش عارف هم مين اقدر اقول ان كان في هنا مخلوقات عاقله قدرت تعمل اسلحه وتعمل مش عارف ايه ممكن اقول ان انا هنا عندي بكتيريا مش عارف هم مين بالظبط بالتقريب هم يعني ممكن يكون فيهم شويه ستافيلوكوكس وستريبتوكوكس بس اللي انا عارفه ان كلهم عندهم ايه جلوكوز دي هيدروجينيز كلهم عندهم توكسين جينز او يعني مش كلهم بس قصدي ان هذا التجمع الميكروبي عنده توكسين جين هذا التجمع الميكروبي عنده دي ان اي بوليميريز هذا التجمع الميكروبي عنده مش عارف كذا كل بقى ما السيكونسنج بتاعي كان اغلى يعني دافع فيه فلوس اكتر الصرف بيبان بقى وجمعت غطيت اكتر من الكتاب اللي هو الجينوم ده كل ما هعرف اكتر الجينز بتعمل ايه وتكتمل الصوره عندي فاهمين فده اللي الميتاجينومكس بيعملوه طب هل ال 16S مش ممكن تقول لي ممكن برضو يعني لو انا ال 16S قالت لي البكتيريا دي ايكولاي هل في حد اي حد درس مايكروبيولوجي يقدر يقول لي ان الايكولاي دي مش لاكتوز فيرمنتر تقريبا لا احنا اول حاجه خدناها في سنه ثالثه ان الايكولاي دي لاكتوز فيرمنتر ودي اهم صفه في الانتيروبكتيريسي حقيقي ظهر بعد كده ان بعض سترينز من الايكولاي فيها ميوتيشن في اللاكتوز دي هيدروجينيز جين بس يعني اول ما اشوف ايكولاي اقدر اقول انها بتعمل لاكتوز فيرمنتيشن ولا لا بس هي استني يا دكتور معتمد على معلوماتي انا مش معتمد على الطريقه ماشي ما هو كله معتمد على معلوماتي انت فكرك يعني انت عرفتي منين ان الجين ده جلوكوز دي هيدروجينيز يعني انت كل شايفاه اي جي سي تي عملتي له ترانسليشن وحطيتيه في الانترنت في البلاست وقارنتيه بداتابيز ما هو كله في الاخر تخمين
فهو في ناس بتدعي او بتقول انها تقدر تستنتج البكتيريا بتعمل ايه من الهويه بتاعتها. انا بختلف بتفق واختلف معاهم. اتفق ان كلامهم سهل في الحاجات اللي زي الايكولاي ستريبتوكوكس ستافيلوكوكس اللي هي احنا عارفينها كويس قوي, ولكن لو في كائن جديد خالص, لو في بكتيريا جديده خالص, السكسين اس مش هتسعفني. هتقول لي هي ايه, مش هتقول لي حتى هي اسمها ايه, هتقول لي ان دي مختلفه عن الباقيين في السكسين اس. انا ممكن اسميها مثلا ايه, مثلا بكتيريا اكلت البطاطس, مثلا اسميها بطاطو لايستليتك بكتيريا, اي حاجه, بس هي بكتيريا جديده. فهل انا اقدر استنتج عنها اي حاجه؟ بقى انا عرفت ان هي بتكسر البطاطس عشان انا عزلتها من بطاطسايا كانت مكسره, لكن اقدر اعرف كل جين بيعمل ايه؟ لا, كل اعرفه ان عندها 60 اس من نوع جديد ما شفتوش قبل كده, لازم اعمل لها ميتاجينومكس واحاول اجمع اكبر قدر من السيكونسز ليها. وده اللي بيشتغل عليه برضو حاليا الناس زي دكتور مصطفى الشاهد وناس كتير بيسموا نفسهم مستكشفوا البكتيريا الغامضه. يعني بيسموها كده بالانجليزي بالظبط, مايكروبيال دارك ماتر, الماده يعني الغامضه, يعني الجزء المظلم. عارفين الجزء المظلم من القمر, ذا دارك سايد اوف ذا مون, هما بيسموه ذا دارك سايد اوف ذا مايكروبيوم. ان احنا نعرف كويس قوي عن البكتيريا اللي بتعمل جبنه وزبادي وخل ومش عارف ايه, ونعرف البكتيريا اللي بتسبب امراض, لكن ما نعرفش عن الانواع اللي موجوده في الرمل وفي الصحراء وفي الجو وكده. فدكتور ايمن مثلا بيشتغل في الصحراء, مش عارف دكتور مصطفى الشاهد بيشتغل في الميه المالحه, وبيشتغل في البكتيريا اللي في الفنجاي اللي في امعاء بعض الحيوانات, مش عارف ناس تانية بتروح القطب الشمالي. لسه كان في بيبر منشور امبارح, بكتيريا الميكروبيوم بتاع القطب الشمالي وازاي بيتاثر بالجلوبال وورمنج. فاهمين قصدي؟ فالحاجات دي بقى مش ممكن السكسين اس يطلعها, لازم اعمل سيكونسنج كامل. في بقى هنا الاسئله دي باللون الاخضر عشان اسئله سهله, ما زالت سهله يعني دايركت نقدر نعرفها من السيكونس. الليفل الثاني بقى ان انا اعرف كمان هاو دو ذي انتراكت وذ ايتش اذر وذ ذا هيومن, لو هما مع جسم, لو بكتيريا معزوله من جسم الانسان. فدي اسئله بتحتاج فيرذر اناليسيس. طيب الحاجه بقى الثالثه التدخل. الميكروبيوم ابتدى ان انا عايز اعرف علم الميكروبيوم ده, عايز اعرف بس انا في ايه في بقي وفي رجلي وفي مناخيري ومش عارف ايه. مع الوقت تطور لكده دلوقتي بقى, طب انا اتدخل ازاي؟ لو احنا عرفنا ان في بكتيريا في الانتستين بتاع بعض الناس بتفيدهم وبتخليهم يهضموا الاكل كويس وبيسموها بروبايوتيك بكتيريا, ازاي اساعدها؟ ازاي ادلعها واكلها اكل تخليها تزيد؟ طبعا عند الناس التانية اللي ما عندهاش البكتيريا دي ممكن اديهم زبادي بالبروبايوتيك, او اديله اقول له اشرب عصير رمان كل يوم فيغذي البكتيريا الجيده اللي عندك, وهكذا. وازاي نشيل الديتريمنتال اورجانيزم, وده الفيلد الجديد في الميكروبيولوجي قوي اللي هو التارجتد. عارفين يعني مش عايز ادي امثله بس الناس اشرار, انما لما مثلا بيروحوا يغتالوا حد, او اسرائيل لما تيجي تضرب صاروخ على حد مش عارف المعارضه بيجيبوه من وسط مليون, ده ليفل عالي جدا في البريسيجن ميديسن لسه ما وصلنالوش, بس عملوا بعض التجارب عليه. يعني لقوا بعض انواع البكتيريا اسوشيتد وذ كولون كانسر او كولوريكتال كانسر, وقدروا يعرفوا كمان ايه التوكسين اللي بيسبب او بيشج يعني بيزود الميتابولايتس في الجسم اللي هي بتضر الجسم لدرجه انها ممكن تسبب كانسر, وابتدوا يشيلوا البكتيريا دي عن طريق بكتيريوفيج مثلا سبيسيفيكلي. وكان في بيبر من يو سي اس دي اتنشرت السنه اللي فاتت, حاجه اخر جمال لما تقروها تحسوا يعني ان الدنيا جميله. طبعا البيبر بتبقى جميله عشان خلاصه شغل ممكن 7-8 سنين, بس جميله فعلا. هم عرفوا البكتيريا الاول اللي موجوده كتير عند الناس اللي عندهم كانسر, وموجوده قليل او مش موجوده عند اللي ما عندهمش كانسر. بعد كده حطوها في الفيران لقوها بتسبب لهم كانسر. كمان عرفوا التوكسين اللي طالع من, هي كانت نوع ميكروستريدي, وبعدين قعدوا يدوروا على بكتيريوفيج فيروس يخش على البكتيريا دي يعمل لها ديليشن. معلش اعمل له ميوت بس في الحته دي. اوكي انا عملت لكم ميوت, ما اعرفش هوبفلي ما عملش لنفسي. ازاي بقى اشيل البكتيريا دي سبيسيفيكلي, زي ما يكون زي ما بيقولوا ايه, عمليه نظيفه 100%, مش بقى هدي انتيبيوتيك يجيب للشخص يقضي على يعني الاخضر واليابس, لا هدي بس بكتيريوفيج, او ادي له انتيبيوتيك سبيسيفيك جدا, او ادي له انتي توكسين معين يقفل الحته بس اللي هي بتضرني. تمام كده. فده يعني دي احلام الميتاجينومكس والميكروبيوم ساينسز وحاجات زي كده. طيب ملخص بقى كل اللي انا قلته النهارده, قد يكون هذا ملخص المحاضرتين. يعني انا معاكم, يعني معاكم, انا وعدتكم اكمل معاكم ساعتين لو حد في نفس اكمل, بس ده بيلخص كل اللي انا قلته النهارده تقريبا. ما هو بقى الفرق بين الميتاجينومكس والجينومكس؟ زي ما قلت لكم الميتاجينومكس كلنا بنعتبرها جزء من الجينومكس, اتس تكنولوجي
هي فكرة ان انا بدل ما اعمل سيكونس لجينوم من نوع واحد اعمل اكتر من نوع، وقد يصل الى الاف الكائنات اللي موجودة في وسط ماء. اكزامبل، لو انا مثلا في الرسمة دي رحت جبت موسكيتوز، ناموس، رحت حتى في افريقيا كده البلاد اللي فيها ملاريا، او ناموس حتى في الساحل الشمالي في جنينة كده مثلا مليانة ناموس، اصطدت الناموس ده في مصيدة وجبته في طبق باتري ديش وفعصت الناموس ده عملت له لايسز. لو انا هعمل جينومكس هاخد الناموس ده اعرف السيكونس بتاعت الناموسه الموسكيتو جينوم ده بيعمل ايه، يعني الجينوم ده اللي بيطلع لي ناموسه. او لو انا فصلت من الموسكيتو دي مثلا ملاريا، البلازموديوم بتاع الملاريا، اعمل سيكونس البلازموديوم فقط بتاع الملاريا. لو انا عايز اعمل ميتاجينومكس بقى هاخد كل الدي ان ايه اللي في الناموس واعمل له سيكونسنج كله. ده ممكن بقى يبقى فيه فيروس تحمله الناموس، وده اللي بيعملوه حاليا في الباتس وفي الحيوانات اللي بتنقل الفيروس بالذات دلوقتي عشان الموضوع ده بقى ساخن جدا. هروح اجيب ايه، لو انا خدت خفاش اصطدته من كيف من كهف وعملت له دي ان اي اكستراكشن يبقى ده اسمه جينومكس. انا عايز اعرف الجينوم بتاع الخفاش. اخدت فيروس معين من بق الخفاش ده وحطيته على خلايا وكسرها، فالفيروس ده عرفته هو ايه بالظبط، كان اسمه مثلا كورونا فيروس 1، هاخده اعمل له سيكونس للفيروس ده فقط، ده اسمه جينومكس. لو عايز اعمل ميتاجينومكس اعمل ايه، اخد الناموس كله وافعصه، او اخد اللعاب بتاع الخفاش ده مش الخفاش نفسه واعمل له لايسز، واخد كل الدي ان ايه اعمل له سيكونسنج على اي جهاز، وبالتالي هعرف كل اللي فيه. فالجينومكس بيقول وان جينوم كومينج فروم وان اورجانيزم. حلو، اي دي ان ايه هيطلع لي جاي فقط يا من ناموسه يا من الخفاش يا من البكتيريا يا من الفيروس، نوع واحد فقط. بينما الميتاجينومكس تعريفه، عشان كده قررت كتير قوي ان 16S هو ليس ميتاجينومكس، يعني اهم كلمه في الميتاجينومكس هو random sequencing، وتاني اهم كلمه هي environment. الدي ان ايه ده من environment، حتى لو environment ده بطني، يعني ممكن environment ده يبقى الامعاء بتاعتي، بس ده environment يعني community ماشي فيها microbes وفيروس. هل لو انا جبت، لو انا مثلا كائن عملاق واصطدت شويه اقزام وفعصتهم في بعض وعملت لهم sequencing ده ميتاجينومكس؟ بس احنا كبني ادمين مش عمالقه قوي بالنسبه لنا الميتاجينومكس، عامه بنعملها للميكروبز والفيروس ماشي. لكن لو في كائن كبير من المريخ جه خد في ايده كده 50 بني ادم على 3 فئران على 14 قطه وعمل لنا لايسز، هيبقى ده ميتاجينومكس بقى ماشي. ليه بقى بقول الكلام ده، ليه قلت هنا وان جينوم فروم وان اورجانيزم؟ عشان لو انت لقيت هنا اي اختلافات بتصلح بينها، تصلح بينها. يعني لو لقيت زي ما قلت لكم في الاكزامبل بتاع اول المحاضره خالص، لو لقيت في حته دي ان اي اي سي ماشيه متكرره 50 مره ومره منهم كانت سي اي سي، يبقى اكيد السي دي غلطه بقى من مين، الله اعلم بقى الجهاز غلط حصل كونتامينيشن، انما السي دي عشان هخليها ايه، ريكونسايل، اصلح بين الاختلافات، وحد، اعمل كومبرومايز، في الاخر طلع لي سيكونس واحده قول لي هذه هي الارجح السيكونس الاكثر احتمالا لهذه الناموسه. ما ينفعش اقول لك ايه ولا سي دي، بنسميها سنيبس سنجل نيكلوتايد بوليمورفيزم، ما بعترفش بيها لو انا بعمل جينومكس، الا زي ما قلت لكم في حالات نادره جدا لو بكتيريا الكالتشر مقسومه بالظبط 50 50 نصها فيها ايه ونصها فيها سي، بيبانوا في يعني بيبانوا قوي في السيكونس، ما اقدرش اقول لانه 50 50، انما في معظم الاحيان بيبقى 99% من القرايات ايه وغلطه، يعني كل الناس بتغلط، كل الاجهزه بتغلط. منها استفيد ايه الجينومكس دي؟ ده السؤال اللي بجيبه كل امتحان، يعني كده في لما كان ايام ما فيش شورت نوتس، هو ده السؤال الوحيد اللي كنت بجيب قارن بين الاثنين، دلوقتي هيتحول اوبجكتيف يعني ام سي كيو او صح وغلط، برضو هجيب لكم الصفحه. تقدر تعمل ريكونستراكشن للميتابوليزم بتاع الاورجانيزم من الجينومكس، تقدر بريدكت اللايف ستايل. الميتاجينومكس حاله خاصه من الجينومكس، فكل ما قيل في الجينومكس تقريبا ينطبق على الميتاجينومكس باستثناء حاجتين، ان زي ما قلنا ده انفايرمنت بحاله كوميونتي مش اورجانيزم واحد، وثانيا ان انا مش بوحد الاختلافات، لا يعني انا لو لقيت في الميتاجينومكس اي اي سي في انزيم اسمه دي ان اي بوليمريز، حته من الانزيم اكيد فيها اي اي سي، يعني الجين اللي بيكود الانزيم، ولقيت سي اي سي، مش هقول لك سي، معلش انا بكتب وحش قوي الماوس، سي اي سي واي اي سي، هقول لك لا ما تلغيش اللي ما تلغيش السي، حتى لو ده 70% وده 30% قول لي ان في انزيم جينز بتعمل دي ان اي بوليميريز 70% منهم السيكونس بتاعه اي اي سي و 30% منهم سي اي سي، ولو رحت للداتابيز هلاقي ان ده غالبا جاي من الايكولاي وده غالبا جاي من ستافيلوكوكس مثلا، فدي مش غلطه. ولو في غلطه للاسف هضطر يعني الا لو باينه قوي غلط، يعني ساعات بيبان، عارفين لما تشوف جل تلاقيه مثلا متشخبط هترميه،
لو انا شفت سيكونس اصلا من التكنيك باين انها كانت يعني لسه عارفين اول ما الجهاز بيبتدي يشتغل قبل ما يسخن وكده ممكن يخرب اي جهاز في الدنيا, زي في كروماتوجرافي ممكن تلاقي باند مش حلو بيك مش حلو. انما لو انا لقيت اختلاف في الميتاجينومكس ممكن يكون غلطه فعلا بس انا ما اقدرش اقول. انما في الجينومكس لازم اوحد اقول ما هو ده اورجانيزم واحد لازم يا اما A يا اما C. انما هنا لو لقيت A و C هقول احتمالين, يا الجين ده شبه الجين ده بس فيهم ميوتيشن, يا اما اصلا ده جين جاي من الايكولاي وده جين من ستافيلوكوكس, فهي مش ميوتيشن هي مجرد ايه سيل وبلد يعني الايكولاي بيتكلموا اللغه دي والستافيلوكوكس بيتكلموا اللغه دي, والاختلاف في الكود لا يفسد للانزيم قضيه. في الاخر الانزيم هيطلع دي ان اي بوليميريز بيعمل نفس الفانكشن. ليه؟ لان غالبا عارفين لو في سنجل نيوكليوتايد ممكن ما يخليش امينو اسيد اصلا ديفرنت, ممكن يبقى سايلنت, او حتى لو طلع مثلا الالين وفالين شبه بعض مش كل الميوتيشنز يعني بتاثر على امينو. الجينومكس يعرفني بايه؟ ريكونستراكت ميتابوليزم بريدكت لايف سايكل اتسيتيرا. الميتاجينومكس بتعرفني الاسئله اللي قلتها من شويه الخضره والصفره والحمراء, مين هناك, من هؤلاء, دي نقدر نعرفها بالميتاجينومكس ونقدر نعرفها من السكسين اسيد. هل اقدر اعرف مين هناك من الجينومكس؟ طبعا ما انت يعني انت اصلا عارف مين يعني لما باجي اعمل سيكونسنج لستافيلوكوكس جينوم انا عارف ان هو ستافيلوكوكس, فالسؤال ده ملوش يعني ملوش فايده في الجينومكس قوي لان انا اوريدي زرعت البكتيريا عشان اعملها سيكونس. الجديد بقى في التكنولوجي من كتر ما الناس بقوا جبابره وبيعملوا سيكونس حلو قوي انه بيستعمل الميتا جينومكس عشان يكتشف جينومز جديده. يعني فاهمين؟ يعني انا من كتر قوه التكنولوجي والبايو انفورماتكس دلوقتي انا ممكن المكتبه كلها اللي اتقطعت دي اقدر اقراها لك كتاب مش بس اقول لك الكتاب ده اسمه ايه وشبه وشكل ايه, لا اقدر اجيب لك الكتاب كله زي ما قلت لكم, اقدر اطلع كتاب زي الابره من كوم القش بالتعبير الحرفي, ممكن اجيب لك كتاب تيل اوف تو سيتيز بكل اصائصه من المكتبه الكبيره. والعلم ده بيسموه الماجز, او يعني مش العلم التكنولوجي بيسميها ميتا جينوم اسامبلد جينوم, مش هسالكم فيها في الامتحان ولا حاجه بس هي مهمه, ام اي جيز ماجز. يعني انا بقى عندي سيكونسز كتيره قوي ميتا جينوميك ومنها من كتر بقى يعني جبروت الكمبيوتر والباي انفورماتكس قدرت اقول لك كل الحتت الدي ان اي دي اللي في الشرق والغرب يعني متنطورين على الكمبيوتر كلهم قطعه من بازل واحد هو الجينوم بتاع مثلا ستافيلوكوكس اوريوس سترين اكس. واقدر يعني والفيلد ده شغال فيه ناس كتير قوي دلوقتي برده مش يعني مش عايز اكرر اسامي, بس دكتور مصطفى الشهيد من الرواد بتوعه بيكتشف عمال يكتشف بكتيريا جديده بالطريقه دي انه يروح حتت غريبه يطلع الدي ان اي منها ويقول لك انا مش عارف بالظبط البكتيريا دي بتعمل ايه بس انا قدرت اجيب 60% من الجينوم بتاعها ومن غير ما ازرعها انا اصطدتهم كلهم من الميتاجينومك سيكونس. حاجه يعني عظمه وفوق العظمه. هاو ماني من البكتيريا دي زي ما قلت لكم نقدر نعرف النسب بينها بنسب يعني معروف اي خليه في الدنيا عندها دي ان اي بوليميريز عشان تتكاثر. فلو انا لقيت مثلا 7 مليون دي ان اي بوليميريز جايين من ستافيلوكوكس و3 مليون في السيكونس بتاعتي جايين من الايكولاي يبقى غالبا الريشيو بتاع ستافيلوكوكس للايكولاي 7 ل 3. لو لقيت ال 16 اس برضو خادع شويه في موضوع النسب ده والدكتور ايمن برضو هو استاذنا في الموضوع ده ان مش كل البكتيريا عندها نفس العدد من ال 16 اس في النسخ من كتر اهميه الريبوزوم الار ان اي ما بيبقاش موجود في نسخه واحده لان دي هويه الكائن والبروتين بتاعه كله معتمد عليه لا يحتمل انه يغلط فيه, فبيبقى فيها ممكن 6 نسخ 7 نسخ من نفس ال 16 اس. فانت برضو لو لقيت 6 نسخ 16 اس ما تقدرش تقول دي 6 خلايا, لا دي هي جايه ال 6 دول ممكن يكونوا جايين من خليه واحده. وبالتالي ال 16 اس مش دقيق قوي في كوانتيتيف بس يديني يعني شبه ريشيوز كده. في انزيمز ادق منه زي الدي ان اي بوليميريز اللي هي الانزيمز اللي موجوده منها 1 كوبي بير جينوم. وودو زيدو هعرف منين ودو زيدو؟ زي ما قلنا لو لقيت عند ميتاجينوم كريبس سايكل اللي هو بتاع الايروبيك ريسبيريشن هقدر اعرف ان البكتيريا دي او الكوميونتي اللي عايشه دي بتعمل ريسبيريشن. لو لقيت انيروبيك الجينز اللي داخله في الانيروبيك ريسبيريشن كلها ما فيش اي حاجه منهم ناقصه اقدر اقول دي بتعمل كذا. لو لقيت ريسبيريشن مع فيرمنتيشن جينز اقول دي فاكولتيتيف وحاجات زي كده. طيب يبقى انا كده غطيت تلتين محاضره النهارده, التلت الاولاني كان عن السيكونسينج تكنولوجيز والتلت التاني ركزنا فيه قوي عن الميتاجينومكس وانتهينا بالتفرقه بينها وبين الجين. ونرجع تاني بعد الفاصل ان شاء الله نتكلم على التطبيقات. زي ما قلت لكم دايما السؤال المشهور يعني الفرق بين الجينومكس والميتاجينومكس ده بيبقى اهم سؤال في المحاضره دي بيجي في الامتحان لانه انا لازم الاقي لكم حاجه اسالكم فيها رغم ان الامتحان لا يهمنا ابدا بل التعليم, ولكن برضو يعني انا بقول لكم ركزوا على المحاضره دي والكونسبت بتاعها في السلايد دي والسلايد الثانيه بتاعه الفرق بين ال 16 اس
والراندوم او الشوت جان ميتاجينومكس.